العامل العراقي بألف خير، كل عام عمال العالم بألف خير. بمناسبة عيد العمال العالمي، ربي يخلي عمال العراق ويحفظهم ويرزقهم وييسر حالهم. حلقتنا اليوم بمصدر العمالة، ودائما احنا قريبين من العامل العراقي ومن وضعه، فنرفع التهاني والتبريكات لكل العمال، ان شاء الله يكونون بخير وعافية. المالج والغربيل والشمشة والمسحات، هاي الأدوات اللي كل العراقيين يمكن حتى أبائنا كنت تشتغل، ماكو واحد ما اشتغل عمالة إلا ما ندر. فنقول إن شاء الله واقع العامل يتغير إلى الأفضل، إن شاء الله ننتظر تشريعات برلمانية ترتقي بوضع العامل العراقي، وأيضا إجراءات حكومية تغير من واقع العامل العراقي وتحميه. قانون العمل اللي أقر يحمي العامل العراقي وكيف له وضعه، لكن نتمنى أيضا من القضية الأهم اللي هي ترافق العامل العراقي هي وجود العمالة الأجنبية اللي تحد من فرصه بالعمل، على اعتبار أنه العامل الأجنبي يجي يشتغل بأثمان بسيطة لأن العملة مالته تفرق، بالتالي 200 دولار 300 دولار تفرق له بلده. الآن 200 دولار ولا 300 دولار بالعراق ما تسوي شيء للعامل العراقي بوضع الغلاء المعيشي اللي جاي يعيشه. نقول كل عام والعامل العراقي بألف خير. حلقتنا لهذا اليوم الوطن والناس في حي الجامعة وسط مصدر العمالة بالقرب من تقاطع حي العدل حي الجامعة. أي شخص عنده وجهة نظر رأي قضية، الوطن والناس منبر لكل الآراء. كل عام وانت بخير. وانت بخير. اليوم عيد العمال العالمي، تعرف بي؟ الله يسلمك. نعم. تعرف بي؟ نعم. شلونك؟ الله يخليك. شلون وضع العامل؟ والله وضعية تعبانة. لا شغل لا عمل. ليش ما نتفائل؟ ماكو تفاؤل شوي؟ ماكو تفاؤل، ماكو تفاؤل، بس ورا النور كم واحد ها؟ هذول المقاول المهندسين يجون ياخذون عمال من هنا ها؟ يشتغلوا يومين ثلاث ايام ينزمون عبر. ليش ينزمون؟ هي هاي الوضعية صارت. بس دقيقة، يعني يجي المهندس ياخذ نعم. عمال مشروعه. اي نعم. ليش بطلون؟ هي هاي صارت هواية. ها؟ هواية. هواية. شلون؟ واناشد وزير العمل. لا بس دقيقة. اي نعم. هسه احنا نناشد وزير العمل. اي نعم. بما يخص قضيتك. نعم. بس احنا نريد نعرف الخلل بالعامل والخلل بالمقاول. والله هي الخلل بالمقاول. ليش؟ شركات اللي يجون ياخذون. عمال من هنا اي لا شنو اي هاي لا بس دقيقة يعني جاي يجون ياخذون من هنا اي ياخذون من هنا ياخذون بس يجون ياخذون من هسه ذاك حطوا اثنين من هنا ضاربهم حشر قالوا يلا طلعوا من هنا ماكو فلوس حاديهم الاربعة وماكو فلوس قالوا يلا روح بس دقيقة اي نعم هم جاي يجون ياخذون عامل من هنا العمال هاي قدامك لا يجون بس الشركات الحرامية ذاك اياها ياخذون عمال من هنا ياخذوهم ها وما يطلبوا لا فلوس يرجعون بدون فلوس شركات ايش هاي؟ شركات مو ظل شركات وحتى يقول لك اعطي الاجيره اجره قبل ان يجف عرقه هاي شركات بعد يعني هذا يجي ياخذ عامل وما يعطي فلوس؟ استاذ هذا بعد هاي ماشيه بالعراق اي واناشد وزير العمل أي. يعني احنا احمد الاسدي يعني احنا من الفلوس 900 الف دينار يلا يطلعوا لي الراتب ليش؟ ما هاي كل منو قال لك رشوه هاي؟ هي رشاوه المين؟ موجودات رشاوه كوم انت وين يا منطقه بيتك؟ انا بابغرب بابغرب بدون 900؟ اي 900 من هذا يريد؟ كل الباحثين بدون استثناء الباحث الشعلي ها؟ الباحث شلون؟ الباحث الشعلي هو اهل الرعايه للمكاتب اهل الرعايه يقول لك وين اكو مكتب؟ خالص سادي انا الرعايه وعد مكاتب بس اسمعني هسه اني ها؟ خابرت لك يوم واحد قلت له عمي طلع انا على باب الله انت خابرت ها اي خابرت اللي يسويه انت تريد يقول انت تريد لك واحد يطلب فلوس اول انا لو اسويها ها لو عندي فلوس اسويها احكي اياها يعني مو هذا لو عندك فلوس انت ايه. انت تقول انا خابرتك قلت له سوي لي اياها اي نعم زين هو هذا شنو هو ها معقب ايش لو موظف لا موظف بالدار بالرعايه عندك رقمه لا ما عندي رقمه لا شو خابرت انا خابرت من واحد يعني شنو شنو بس اسمعني عالم قدامنا هنود ما عليه هنود ما عندي رقمه انت تعرفوه كل زين
ها تاخذون بيها فساد. الله يخليك. انا ما اعرف انا مين اجيب اذا واحد يريد فلوس يلا يسوي لي اياها. انتم تعرفون كل زين الدوائر كلها ها ياخذون عشاوي. الله يخليك. انا هسه مين بس دقيقه هسه انت كلامك هذا مسؤوليه. اي شلون مسؤوليه؟ مسؤوليه بس راح اقول لك بس هم يعرفون المسؤوليه. هسه اني عوفك بالجوله تحكي بالجوله. اي نعم. تعطيني معلومات عن هذا حتى انا وياك والجهات الرقابيه. انا شطك معلومات. شطك شنو معلومات؟ اعطيني رقمه منو اسمه شلون طلب شنو الدليل. الاف مؤلفه الاف. لا لا بس دقيقه بس اسمعني. خابرني هذا الرقم. ما اعرف هم يعرفون كل شيء. واحد ما اعرف خابر قال اخذ على اسمي 700 هنا العماله ما عندنا مره تعبان. الله يخليك. قال اعطوني 500 انا ما اعرف. اعطاني اعطيته 200 قفل موبايله وهذا رقم السياره راح اعطيك اياه على مود لا اللي يموت موته واحده مو اثنين. اي صدق انهم ما يعرفوا علي خالص. اخذ 200؟ اخذ 200 الي قفل موبايله وراح اعطيك رقم السياره صورته وهو واقف وياه اثنين ما ثلاثه. هسه راح اطلع رقم السياره وانطيك بس اسمح لي شوي. عمك هو وهسه ياخذون 700. قدمت عليه شكوى شيء؟ اعطاني هاي الصوره قال هذا اسمك طالع انت. وهذا رقم السيارة راح اشوف. شنو هاي الصورة؟ هاي الصورة مال الرعاية. طان هاي الرعاية على اساس. وين هاي الصورة مال الرعاية؟ اسمه هو اسم احنا اسمه طالع بالحاسب. بس راح اطلع لك رقم السيارة انا صورته. هسه بس اطلع لك رقم السيارة. ما عاد هسه راح اطلع سولف يا وعد اطلع لك رقم السيارة اشوفك اياه. ايوه هسه 700. هواي ابو الباحث شو خابرك ما اعرف شو اسمك. انا اسمي جسام. جسام نهل الرضوانيه. جسام عماش ابديوي المرسومي نهل الرضوانيه. اسم الوالده حتى يشوفون الباحث هسه. ها اسم الوالده. اسم الوالده فاطمه محمود. زين احضري هاي وحده نهل الرضوانيه ينطون 700 الباحث يقول لك اقدم لك اسمك. هسه احنا نشوف وانت وحظك بعد. راح اخذ رقمك وتليفونك. اخذ رقمك واسمك الكامل همين اسجل لي اياه. حتى شو تسوي؟ حتى نشوف هذا وين ونبلغ الجهات الرقابيه سواء بوزاره العمل. لا لا بوزاره العمل اذا هو بوزاره العمل في وزاره العمل وهيئه النزاهه والجهات الرقابيه الموجوده الاخرى. شو اسمك انت؟ مصطفى محمد خير. ها؟ مصطفى محمد خير. الوالدك؟ علي بن محمد. هذا اسمك؟ اليوم شنو رعايه ولا بس رعايه؟ يوم بس راح لا وظيفه لا مصطفى عمالي بس ثواني الكاميرا في دور روحكم شويه بس ثواني وعمالي هاي شوف لي ماكو شغل زين مو اي 70 مال 70 اي 53 سنه تشتغل يوميا هنا تجي المصدر كلش قد تطلع يوم نشتغل الاسبوع ماكو شغل مو ذاك شغل اول وهاي كل العمل هذا واقف انا جيت ابارك لكم اليوم اقول لك كل عام وانت بخير كل عام وانت بخير ايش صار لك بالعماله؟ صار لي 2007 وقبلها كنت خياط بالكامل. وليش عفت الخياطة؟ صارت هسه خياط يعني خياط مهنة خياطة بسوق السرباج مدلل سوق ماجد. اي يعني هسه ليش مفتح لك محل خياطة؟ فتحت محل بابا غلال. اي شهريته 600,000 اي جان 200 قالوا 200 تبقى لي 200 كمان بيتكم؟ بالحفر. اي ما صرف لك ال ما صرف واذا تجي هنا تفتح لك خياطة حتى اذا على التغريم يم اي محل مال ملابس على الكفوة على الكمر حمزين استاذ مؤسسة الدجاج جاهز ما يشافه ب20 تفصاله ب60 هاي ثلاث دجاج داخل ب60 مو صحيح. فما هي ما حد يفصل هسه الا ذاك الشيخ الامكانيه استاذ مصطفى مال الرعايه هاي وين على مود الرعايه. نعم شو اسمك؟ طالع يباحث بال 2011 ولحد هسه على الوجبه الاولى والثانيه والثالثه. قد عندك اولاد؟ اني 5 الله يخليهم. المدارس؟ اي مدارس. شو اسمك؟ رزاق عطيه علي. رزاق عطيه علي حمادي. والوالده؟ قمره علوان. ها؟ قمره علوان. قمره علوان. قمره علوان. خلي تليفونك وان شاء الله خير. مصطفى من معايا؟ اي والله لا بس 23 شلون؟ طلع لي باحث 23/3 العام. شو اسمك؟ حاتم كريم محمد. ان شاء الله اسم الوالده الاصليه ابراهيم. خلي تليفونك استاذ مصطفى استاذ مصطفى بس دقيقه شباب 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 بس دقيقه شباب انتم كلكم على راسي لكن انا اليوم اقدر وضعكم
عفوا انتم ما المفروض تاخذون راتب الرعايه، ليش مو مستحقونه؟ لا بس راتب الرعايه ما راح يفيدكم، يعني ال 150 ال 200 مو حل لكم، انتم عندكم عوائل وعندكم بيوت. اللي اطلبه من يمكم انه تقدمون على قروض تسوون لكم بيها مشاريع. زين استاذ مصطفى اذا انا خرجت سياحه فندق اداره واقتصاد دوبك لا لا هسه اداره واقتصاد واحد سياحه فندق واحد بس دقيقه مستنصريه اي خلص معهد سياحه بصدر القناه بصف المشتري اي القف العسكري خلصت معهد تقني بالزعفرانيه وخلصت كليه مسائي زمن صدام بس اي اداره واقتصاد كنا موظفين في فندق بابل اي صار السقوط سوينا لها خدمات زين حلو شكو فندق تروح له ما يتقبلك ليش مسوي لك انها خدمات انت الدوله مسوي لك انها خدمات زين هسه انت عندك شهاده فندقه ايه ودارس الفندقه ايه ممكن تشتغل باي مطعم مطعم ايش قاعد احسب لك بالشهر 300000 ليش 300000 300 ليش لو 300 هم بيت 400 زين ليش ما فتحت لك انت مشروع تاخذ قرض امكانيه مين تفتح قرض ما حد ما يعطيك قرض زين هسه اذا نسعارك بالقرض مو احسن لك مسعارك بالقرض س... يعني البكان هسه المجارات غالي الاكل غالي الدنيا كلها غالي شلون تفتح تفتح يا اخي هسه انت تقدر تفتح لك مكان بمليار تقدر تفتح لك مليون مكان بمليون صحيح لو لا بس شويه مي حار مي مي ايه طاق القرض اذا وضع هاي التعبانه هاك شوف المصدر هاي هذا ابو كشف حتى بدين يعطينا حتى بلاش يعطي الرجال والله صحيح صحيح لو لا من ما عدك تطيت الشغل شو اسمك؟ انا علي حسين علي الوالده ندى ابراهيم حماد علي حسين علي ندى ابراهيم حماد انت اسمك ابد ما بي تشابه هو لا يلا خلي تقدم على راتب مال رعايه صار لك خلي اسمك خلي مصطفى صباح الخير حياك صباح العافيه عليك الله يحفظك انا جيت هيك يوم 25/9 حي العامل 25/9/23 وصل صوتي طبعا انا اشكرك انت صوت الحق انت العراقي وصل الصوت لمكتب رئيس الوزراء واتصلوا بي نفس اليوم وطلع علي كشف وشاف حالي انا مفلش وجهالي لا يزال بالشارع صورني سيد محمد الفاضلي اشكر اسمه لان هو شخص طيب مو مثله لا زين وانت خير ووصل معلوماتي ودزيت طلب لهم ومن احنا رئيس الوزراء قطعه والقطعه ما استلمتها لحد الان هذا الكتاب اللي دزوه اللي اي ما تستلمها ولا تستلمها هسه هذا الكتاب ماكو فرز ولا كتوزيع هذا الكتاب اللي وقف شو اسمه وانا جهالي بالشارع انا اريد انسانيتك اناشد رئيس الوزراء اناشد بالانسانيه يا ابوي مو احنا حكينا ويا البلديه اناشد بالصحابه اناشد بالخلفاء اناشد بالاولين اناشد بعلي بن ابي طالب اناشد بالحسين اناشد بفاطمه الزهراء لين يشوف لي حل جهالي بالشارع وطلع علي شخص من مكتبه هو مكتبه طلع علي سيد محمد الفاضلي اشكر اسمه موت لا واذكر اسمه طلع علي وصورني وشاف حالي وشاف حال جهالي وست جهال بطلوا المدرسه واثنين بنات بالاعداديه وين قاعد هسه انا قاعد بحي التراث بتشوله ايه بنات بالاعداديه واحده خامس متوسط وواحده رابع متوسط زين ما عنده مكان بابا رجع قال نريد نقرا نريد نكتب نريد نقعد نريد ناكل زين ست جهال والله هذا حالي وانا اجدري رئيس الوزراء زين هو ابونا هو بالفقراء اريد فزعته يفزع لي اسمك هذا حمادي وهذا خلي تليفونك خليت تليفوني لك جيتك للنسوه هسه ذيك المره شو اسوي لك يا ابوي يا ابوي شو اسوي لك هذا الموضوع البلديات الموضوع قبل قطعه ارض يا ابوي مو تعطيني يلعب شنو بس اريدك تساعدني مو اساعدك انا البلديات بلديات بغداد الان ماكو اي توزيع اراضي ينتانون فرز واستملاك زين انا وين اروح هسه جهالي خلي تليفونك ابوي خليت تليفوني الله كريم ان شاء الله يسمعوك ويرجعون يسوون طلبك وهم يعني يشوفوا يشاهدونه يا مصطفى مو مرتين جيتك العام واول عام انا جيتك المره على من المحولات واشتكيت محولات اي محولات كهرباء بالزيدان اشتكيت اي يمك وخابروني من مكتب رئيس الوزراء وصدر بيه كتاب من مجلس رئيس الوزراء وبصرف من عندهن ومشت المعامله مالتهم وصلت الاستاذ بشار رجعها يقول ما بيها جبايه احنا منطقه ريفيه ثلاث ارباعهم ساحبين هيجي لا يجون ينطون ميزانيات ولا كل شيء زين خوش يعني تصورت وزاره الكهرباء من تجي وتنصب محاولات غيرك وجباي اي غير يجي ويشد ميزانيات خلي يجي هو يشد ميزانيات البيوت اللي ما عندها زين لا تصير جبايه خلي يجي يفتر اجى واحد قبلهم افتر اخذ بس قص وصولات كل وصل ب 60000 قال دا اجيب لكم ميزانيات وبعد ما اجى خلاص بس الوصولات موجوده عند شو اسمه وسال بشاري يرجعهن
طلع كشف من الدائره مالتنا وقال تستحقون محولات وسجل الكميات وهاي ورفعها وصلت سعد بشار رجعها. لا خلينا نتصل بالاستاذ حسين عطا. رضوانيه؟ برضوانيه منطقه الزيدان منطقه الغرباويين. احنا اتصلنا بس بابا الكتاب. سعد بشار هو اسمه؟ سعد بشار بالوزيرية. الغريباويين؟ اي منطقة الغريباويين. صباح الخير والعافية استاذ حسين. الله يحفظك ويرعاك. احنا اليوم عطلة وانت اكيد ما عندك عطلة يمكن. الله يحفظك الله يحفظك. استاذ حسين يمي احد المواطنين سبق وان ناشد عبر الوطن والناس على محولات منطقة الرضوانية الغريباويين. وانت حضرتك كتبت بالموضوع يقول الان وقفت ويرجعها استاذ بشار. يقول هو يمي ورقم تليفونه سددك يا بس يقول لي انا استاذ بشار يقول ماكو جباية. يقول هي منطقة زراعية يقول غير يجون هم ينصبون يعني ميزانيات. نتعاون هم متعاونون ويانا الاخ ويانا هم ويا الناس انه يتعاون. نعم ان شاء الله خير وان شاء الله راح ادز لك تليفون. تحياتي لك تحياتي لك. الله يسلمك استاذ مصطفى. شكر كبير للاستاذ المهندس حسين عطا مدير كهرباء بغداد. خلي لي تليفونك ان شاء الله. انا ما عندي شكوى. وعلى ما عندي شكوى. لقيتك مرتين قبل سنتين. على مود الرعايه. انا سعد خلينا هذا تليفونك ده اعطيك اسم اللي ياخذ فلوس. شلون؟ اعطيك اسم اللي ياخذ فلوس من هو يطلع راتب بالاسم اعطيك اسمه الكامل. بالرعايه؟ اي بالرعايه. موظف هو؟ موظف بس مو بالرعايه مال الكاظميه على النسوه. اي مال حقوق النسوه. ايش قد يريد؟ بالبدايه 350 وصلوها هسه ل 700. تعرف اسمه وضعه؟ اعرف بس اعرف اسمه الكامل. ورقم تليفونه؟ لا ما عندي رقم تليفون. لا ما والله قالوا لي قلت لهم ما ادفع له درهم لا ضل اسيب كلها ما مصطفى. مصطفى والله جيتك مرتين عيني سنتين. على شنو؟ قابلت مرتين الاستاذ جواد المسعودي رئيس هيئه الحج والعمره بالكراده. انا سجلت 50 مره ما يطلع اسمي الحج. هسه انت جاي هنا تدور انسانيه وتدور شكاوى وتحل مشاكل المواطنين. هسه انا شغله انسانيه تخصني بس. يا معود والله شنو نوديك الحج كيفي؟ انا اوديك الحج كيفي على حسابي بس يسالوا لي عمر. هاي العراق كله يريد يروح الحج وهي مقاعد محدده. لا والله اكو تجاري واكو كل شيء بالحج. اي تجاري ذاك العالم 130 ورقه. اي تجاري اكو تجاري بلا شغل بالحج. بس انا انطي فلوس رسمي مع الدوله اذا كان طيران او اذا كان بري. سهل امري والله العظيم. الله يسهل امرك بالدنيا قبل الاخره. شو ابوي تصور انا بدي شو ما اسوي لك اياه؟ مو بدك شيء بس الحج والله يعني الله ييسره. شو اسمك؟ لا حتى دا ادعي يوميا بالقران. شو اسمك؟ حسن نشمي حمد. خلي تليفونه. السلام عليكم. هسه جاي. السلام عليكم استاذ مصطفى. بفك الفعلك وتعال احكي. انا سويت حادث بالشهر التاسع. انا رجال موظف كنت اشتغل توصير ورا العمل. موظف وين؟ موظف وزاره على الصناعات الحربيه. زين سويت حادث وهاي داينة ورا دوام تشتغل؟ اي والله عشان اسوي راتبي 500 يعني ما يكفيني. زين المهم سويت حادث والله ليه هسه مطلوب الله وكيلك مليون ونص ما انطوني اياها هاي شغله زين وهذا قانون عجز الصحي وافقوا لي عليه هسه عندي طنين باذني وهاي ايدي الله الشاهد خدر هسه ايش تريد؟ بس اريد اروح على واحد يعالجني هذا خدر عندي وراجعت مستشفيات ما سووا له حل وعندي طنين باذني لا اقدر انام لا بالليل ولا بالنهار الله وكيلك والناس دعموني بنيه دعمتني دفعت لي بس هاي مال عمليه وراحت الله محمد علي تنازلت لها لا اخذت معده فصل ولا شيء بس اريد علاج يرحم والديك. اي سهله تروح لوزاره الصحه. اروح وين مكان؟ بس احنا اليوم ما اريد اخابرهم انا عطله اليوم عندهم. تسوي لي فضل. وما اصور هم قاعدين عطله. أيوة اكيد صحيح. بالدوام بس أيوة يعني رحمه على والديك. دكتور سيف البدر ومعالي وزير الصحه الدكتور صالح حسناوي ومشكور الناس اللي يتواصلون. اي نعم. كمال منير عبد الجبار. يرحم والديك. وعندي مناشده لابو الصناعات الحربيه. يعني هي مليون ونص. من شهر التاسع لهسه ما صار في لي اياها وانا صارف بالعشر ملايين. ما شنو؟ مال التامين الصحي هاي كل شهر يقطعون من عندنا. هاي مال التامين الصحي هاي وزاره الماليه التامين الصحي.
مليون ونص ليه هسه ما مطنيها؟ والله يابا مطلوب. خلينا نشوفهم. خلي اسمه. خلي اسمه كيف الله وديه. عيني. والله الناس على مود الراتب مرة عاية. مو طلعت وياي قبل؟ طلعت وياك. إيه بعد الوجبة ما طالع السابعة. أنا طالع لباحة مرتين بس ما سجل اسمه نايم. طالع لباحة مرتين. شو اسمه؟ عندي جهال ثلاثة. شو اسمك؟ وحالتي حالة. شو اسمك؟ شو اسمه؟ إبراهيم أحمد. إبراهيم أحمد إيش؟ إبراهيم أحمد إبراهيم على حسين. والوالدة؟ جميلة بحيمين. خلي تليفونك. تليفوني؟ نعم. هسه أعطيك. نعم تليفون. نعم. يابا الاخ ابو الصناعات ان شاء الله راح يخابروا لك الاستاذ المهندس مصطفى عاتي وما يقصرون وياك. نعم شلونك؟ عافيتك. مشيت البغداديه اي قلت لي الله كريم اي ولحد اكل شو ماكل طلقت وجبات وراح في وجبات ما في شو ماكل هسه من كان ذاك الزمن ما كانت اكو الكتروني ولاكو حاسبه هسه موجود بالحاسبه طلع لك واحد موجود طلع باحه ثانيه طلع باحه ثالثه شو اسمك محمد عدنان مهدي زين زين ثالثه طلع باحه ثانيه محمد عدنان مهدي واسم الوالده سلام حسن عبد الواحد خلي لي تليفونك واستشوفه يا مسار راح اقول يا شباب والله العظيم اني الرعايه اذا كانت استحقاقكم فتستحقوها مو اني مسؤول عن توزيعها ولا انا مانع عليكم بالعكس بس هي مو حل الرعايه مو حل اتمنى من يمكم تفكرون المشاريع وتاخذون قروض عليها وزاره العمل تعطيكم القروض احنا على وقت المشاريع الصوبيه في مال الخص السالفه مو لا وين من راي الرعايه هو بس غير ماكو راي رعايه من ماكو صار نص صفر نعم الاسم عيد لي يا محمد محمد عدنان مهدي عدنان مهدي نعم. اسم الوالده سلام حسن عبد الواحد سلام حسن عبد الواحد عبد الواحد انا لين الشباب جاي يسجلون يقولوا لي تحياتي لك زين الله يعزك سجل ان شاء الله انا جيتك اول واحد ما على شنو انا ما رعايه يقول لك مكمل جاني هذا بس ما ادري اسمك تعرف اسمك هذا اخو علي شيخ جاي يقول ثلاث مرات اروح اراجع على شنو على راتب مال رعاية وما الأخرس ايه؟ وما ما جاء أطلع طلع على باحث إجاحت اي قاعد أطلع حتى طلع اسمه بالحاسب هذا شو اسمه أنا هو اسمه علي اسمه الثلاثي واسمه أمه ايه؟ علي عبد جليل ايه؟ وحمده حميد خلاف حمده حميد خلاف اي خلاف وعلي علي عبد جليل علي عبد جليل شباب علي عبد جليل اسم الوالدة حمده حميد حميد خلاف اي خلاص خلي لي تليفونك وسيجيني الرد حبيبي تسلم اي خلاص سمي هاي نعم هذا اسمه شلونك عمي هاي حالتنا تعبانه هنا بالمصدر والله جاي يجيبون بنقلات طببوا وشغل ما تعبنا عمي احنا تعبنا يجي هنا هذا بالشغل يقول لي يعني انا ما اخذك انت شاي اكثر من مره يقولوا لي اياها انت شايب ما اي ما ياخذوني والله انت مواليد انا مواليد 84 84 شايب والله يقولوا لي شايب شوفوا لحيتي بيضه يقولوا لي شايب زي لحيتك اي وزينها نفس الشيء يقول لي شايب زي لحيتك نفس الشيء انت ما زي لحيتك والبشفقه تطلع شعر حتى لو زينها زي لحيتك زي لحيتك حتى لو زينها يقول لي هم لا ما يقول لك والله يقولوا انت انت مكبر لحيام وهي بيضه والله استاذ مصطفى حتى لو زين 84 بعدك شاب استاذ مصطفى غير القهر ما نقدر نحكي 84 شاب فعلا شاب هسه والله وقاعد ايجار وراتب رعايه يعني قبلي انا قبلهم طالع للباحث ووراي طلعوا اساميهم وانا ما طلع لي والله وقاعد ايجار يا ابو محمد عدنان ان شاء الله خير اي وقاعد ايجار هذا اسمه خير وقاعد ايجار وراتب رعايه ماكو وطالع لي باحث والوراي طلعوهم وانا قبلهم شو اسمك شو اسمك علاء جبار حسين الوالده امل كريم عبود بس احنا اليوم ما عندنا شغل بس الرعايه ما المفروض مستشفى خصوصا يعني جيتك والله شفتك بالتلفزيون جيتك الكويس علشان تفهم رعايه لا مو رعايه استاذ انا التقيت فيك بالمتنبي مره مرتين بخصوص مؤسسه الشهداء يعني عبد الاله النائلي دائما يوعد وراها كل شيء ماكو يعني استلمنا امي توفت استشهدت 2006 استلمنا متراكم 2020 لحد الان الراجع بمال بدل النقدي بخصوص مال قطع الاراضي لحد الان كل شيء ماكو بس دقيقه روح راح اقول لك فت قضيه احنا الرجال غايب نعم البدل النقدي اموال كافيه ما تغطي جاي يطول وجبات على 10 لكن ماكو الان الاولويه اللي عنده شهداء 2 واللي عنده شهداء 3 انا عندي 2
اي انا عندي اثنين امي وخالتي زين يعني اثنين اثنين حد الان ابد ابد اي قصاص اي شيء كل شيء شفنا لحد الان يعني كانت المؤسسه ما شهداء بالكاظميه انت تقول المتنبي نعم اكثر مره بالمتنبي التقيت بك انت من التقيت بيه بالمتنبي نعم هذا بخصوص سالف نبي هذا المتنبي يمكن صار لي اربع سنوات ما داخله لا لا قبل لا لا التقيت بك والله العظيم يعني يعني راس المتنبي التقيت بك اربع سنوات ما داخل متنبي يعني حد الان يعني صار ايش قد يعني صار الموعد صار القديم المهم يعني حتى الاستاذ عبد الله النائل ما قال انا بوقتها خابرت لك بالجو لا لا ما خابرتني قلت لي خلي رقمك لا خابرت لك قلت لك هسه راح يخابروك لا عراقي ولا بغير عراقي لا لا بغير العراقية اي بغير العراقية هاي بغير العراقية صار اربع سنوات اي مو جاي اقول لك انا فهمتك استاذ يعني انا ناشدته يعني انت ناشدته قلت لي ان شاء الله صوتك يوصل وان شاء الله نسوي لك حل لحد الان ماكو شيء المهم هسه احنا امام الاستاذ عبد الله النائلي نعم. يسمعنا تحياتنا له وهاي المقطع راح يشوفه صوره وصوت الله يبارك فيك وابعث لي اياه على الواتساب مالته نعم. وان شاء الله بعد هو اسم الشهداء اللي عندك الشهداء امي ندى عدنان عبد اللطيف وشذا عدنان عبد اللطيف خالتي وامي هسه خالتك ما تعتبر شهيده اوقف دقيقه انه بنفس الانفجار اي بس دقيقه بس دقيقه نعم. نعم. انت ما يعتبر عندك شهداء اثنين نعم امك نعم بس خالتك مو درجه اولى درجه اولى لا لا مو درجه اولى انفجار لا لا هسه انا ما جاي احكي لك انفجار نعم. 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 نعم على القرب نعم انت عندك اخوه هني اذا عندك خال الخال نعم. عنده خوات اثنين يعتبر درجة أولى نعم استاذ بس انت هسه وفق المعطيات انت مو عندك شهداء اثنين يعني عندي واحد عندك واحد زين زين بس تقول لي ما تستحق ما راجعوا اقول لك تستحق نعم لكن وفق المعطيات اللي نعم. جاي يمشون عليها الان لاستحقاق الاولويه اللي عنده اكثر من شهداء هذا اللي جاي اقوله تحياتي لك خلي لي رقمك انت اسمك انا ميسر راعي العلاقه نعم تفضل حجيه بس ثواني تفضل حجيه شلونك الله يساعدك مصطفى الله يحفظك الله يسلمك خال العام احنا اجيناكم من خلال منبركم هنا وقدمنا علامات الحج انا والحجي احنا بعد ناس كبار وخابرونا هم الناس بس ما حصلنا شيء يعني قابلت العام قبل الحج لو الحج قبل الحج أي. وجانا تليفون وكل شيء ما حصلنا بعد واحنا بعد تعرف العمر كبر وهم خابروا علينا بس ما حصلنا شيء جانا تليفون بس ما حصلنا شيء. شنو اسمك؟ هنا حسن. هنا محمد منشد. حسن حميد. هنا حسن حميد. اي. محمد منشد. عبود. عبود. اي. بس ما حصلنا شيء واحنا. ان شاء الله تحصلنا شيء. ان شاء الله الله يرزقك شيء. بجاه الحسين. طب. ان شاء الله الله يرزقك شيء. وهسه. هسه يعني خلي التليفون شايل. خلي التليفون. بخت. بختها لك. ان شاء الله. شلونك؟ والله اللي حجي انا جاي مو ذا الحجي شو بيه الحجي؟ ويا الحجي ويا الحجي اي والله شلونك؟ والله الحمد لله شو الشغل؟ انا رجع كاسب بس اشتغل يعني عمل حر شنو عملك حر؟ هات ها؟ عمل مال تنور وهيك يعني يد عامله يد عامله اي يعني هم عامل اي هم عامل يعني اقول لك كل عام وانت بخير يوم انت بألف خير الله يحفظك عيد العمال يوم عيد العمال يوم العمال كذا طالع للشغل اي شو تسوي هذا مو صحيح العامل عطلته عمل اي ونسته عمل شو تسوي وهذا نحمد الله يعني شكره الحمد لله ان شاء الله يطلعون العمال هسه نشوف قطيه من الشباب يعني صارت راح تصير الساعه 10 وبعدهم ما طالعين أي. فانا احييك الله ان شاء الله يكتب الوالده الحجه الله يحفظك صباح الخير عين امك منبر العراقيه ببر الفقراء ما تقصرون يا يوم يا أمي وإهن عيد العمال عالمي هذا اليوم العالمي العمال الكادحين الطبقة اللي هي أوصلت العراق إلى هذه الحال أهديهم من كل قلب وعمق قلب وإهن قيادتنا الحكيمة وأشكر محمد السوداني على الإنجازات الله يحفظه بجاه محمد وآلي محمد الرجال مدى يقصر من الحجية يومية أدعي له الله يحفظه ويحفظ العراق ويرزق ثمره ان شاء الله آمين. دعائي اني مستجاب يوم اجيتك بحاله وحده انه انا هاي ثالث مره ذوي الشهيده فدوه راحت بالانفجار مخدره امها صار بنت اختي هي اختي وياي صار لها 12 سنه كل سنه تروح على هيئه الحج وهي خطيه مريضه بها ذات الماضي وزوجها تقول بدأت اوصل احج وعمر نيابه عن بنتي وهاي المره الثالثه وجت رقمي سالم وسالم ما اتصل بينا أيه. الله يحفظه هاي وحده
اريد من عندكم ومن زمان جيت استلم لحقنا سالت تقول جيت بقت متاخرا ما جايه بقت متاخر لان سبق بشهر من انت جيتي ما لحقتي للبرنامج لا لحقت وحكيت حضرتك وقلت لي صار وجيتك بالكهرباء انا ام الورقتين اللي خابرت استاذ حسين مشكور هذا البطل استاذ حسين ما قصر وحلها جذريا وبنفس اليوم الرجل المناسب في المكان المناسب يعني صدق عندنا رجال تعمل وتشتغل ومشكوره يعني اكو ناس طيبه بهذا البلد ربي يحفظهم ويخليهم من كل قلبي يوم واكو شيء واحد يخدم المصلحه العامه وليدي نعم هذا التقاطع مال العدل هي منطقتي يعني هواية طلاب لا سامح الله راحوا بحالة دهن أشكر أنه أتمنى من مسؤول الطرق والجسور أن يحط جسر مشاة وكل المنطقة والأهالي ينادون أن يحطون جسر مشاة للطلاب حوالي ما يقارب 5 مدارس بهاي المنطقة من يحلون هم الازدحام على بلدية العدل مو هي على المنصور هذا التقاطع مو هذا الجسر اللي وراء يعني طلاب المدارس من يطلعون يرفاك الازدحام يصير الطلبة ما يعرفون شلون يعبرون كان قبل أكو رجل المجتمعية يعبرهم هسه ماكو رجل ما يخلون المجتمعية أي كانوا يحطوا الرجل المجتمعية يعبرهم هسه أنا ما أدري أشوفه لأن عندي حفيدة هم أحبرها وأوديها يعني أنا أقول الدولة ما تقصر وما تبخل على هذا لا المشروع المصلحة العامة أمام الجهات المسؤولة حتى الاخوان بالعلاقات والاعلام تحياتنا لهم وزاره الداخليه معالي وزير الداخليه راح يتكفل ان شاء الله بوضع دوريه نجده ودوريه شرطه مجتمعيه رحم الله والدك 5 مدارس لنا 2 ابتدائيه والمتوسطه وراها ثانويه واضافه الى مدرسه العدل صايره بالوسط يعني شارع عام هاي الركن هذا مو جسر هياته هاي بتعبر نادي التقاطع لغايه عن بيتك هاي جيت مشي سلوس يا رحت مشي جيتك اركض لحد مريض عفته والله قال لي روح ان شاء الله على فدوى تروح للحج هي وانت ناهده لا هي وزوجها انا رايحه حاجه ودعيت لك كان مصطفى ادعي لك يومي انت تطلع بالمرابط اقول ربي احفظ هذا الشاب احفظه لاجل الطيبين لاجل الفقراء منبر ونعمل منبر يوم بسجل فدوى مجبل حسين العبادي مجبل حسين العبادي خلي رقمها عندك رقمها مو اي عندنا رقم مالتي وين السيد ونعمل لا مصطفى الله يرضى عليك حجيه وياك؟ لا لا خلي حفل حجيه وياك تعالي جه صار بعيوني السلام عليكم عيني امي يما انا خابرتك على التليفون خابرتك يوم الخميس بشعبان وقلت لك على مود الحج وقلت لي يما خلي رقمك وسطيت رقمي وخابروني من هذا المكتب مال الوزراء قالوا اسمك الكامل اعطيتهم اسمي ايش اسمك؟ ليلى حمزك شيء ايه هسه يدزون لك كتاب تشوف وين وصل مو ليلى خابرتهم ليلى ايه حمزك شيء ايه خابرتهم ايه قالوا لي شو اسمك ما طالع ليلى حمزه كشيء ليلى حمزك شيء ايه اي هو يقول لي عبيد قلت له لا خاله انا ليلى حمزه كشيء كشيء خلي تليفونك وان شاء الله خلي شيء هسه رحم الله والديك الله يوفقك صار انا بالشرطه وانحكمت خلصت الحكم مالي صار هاي 4 سنين أنا قاعد لا هم رجعوني ولا هم طلعوني تقاعد وأنا خدمت 34 سنة زين بس سؤال أي الحكم مالتك فصل لو مو فصل لا 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 ما فصل إيه وسويت أمر نشر نشرت بالفوج مالي وهاي قالوا انتظر الموازنة رجعوا المستقيلين والمفسخ عقده وأنا هارب خلصت 34 أنا عندي خدمة 34 سنة تقاعد أحسن لك مدى يطلعوني ماذا يطلعون هاي الاتحادية الله جابها يعني على قيادة الشرطة الاتحادية هسه هو يم الشرطة الاتحادية ايه من الوزارة لا أنا هسه على الشرطة الاتحادية غير حكمتني وكملتني لو تعيدني للخدمة لو مثلا يقول يابا ما عيدك هذا المقتبس مالي اسمك لؤي ليث محي الدين حيدر لؤي ليث محي الدين حيدر حيدر منسوب للشرطة الاتحادية ايه بيا تاريخ انسجنت انسجنت بلو ب20 محكمة انسجنت ايه ب20 بالموصل لا سجن سجن داخل الفرقة ايه خلصت الثلاث على الهروب خلصت هروب كملت المجلس سوي فحص طبي خلصت كليتها ايش قد سجنت 3 أشهر ايه وقالوا روح احنا ندز عليك زين هاي صار لي انا 4 سنين نعم. لا هم مطلعيني ولا هم عايديني نعم زين المستقيل رجعوه المفصول رجعوه صباح الخير والعافية سيادة اللواء تحسين الخفاجي السلام عليكم استاذ مصطفى شلونك شلونك حبيبي صباح الخير العافيه عليك شلون الصحه الاحوال الله يحفظك الاستاذ اللواء تحسين خفاجي رئيس خليه الاعلام الحربي
الله يحفظك الامني ان شاء الامني. الله الامني اشوفه واريد من عنده ينطيني تليفونه اي واتصل الاخوان ويا اللي بالشرطه الاتحاديه وان شاء الله يجينا واهلا وسهلا بي. نعم هو لؤي ليث محي الدين حيدر. يتصل بي استاذ صار اعطي رقم تليفونك من عندك كل الاوليات صار كامل صار سيادة اللواء انا احييك واحيي كل اعضاء الخليه واحيي الجيش العراقي والعمليات المشتركه وكل قطاعاتنا الامنيه البطله باختلف تشكيلاتها. الله يحفظك الله يحفظك. تحياتي تحياتي. شكرا شكرا استاذ مصطفى. اطير رقم اللواء واخذ رقمه خليه يمك همين اخلي رقمك في السجل واطير رقم اللواء هذا قطعه ارض خلي خالص لا لا بس دقيقه مصطفى السلام عليكم استاذ مصطفى شلونك أنا قبل سنة 2023 شهر 11 قدمت على قطعة أرض من حكيت دولة رئيس الوزراء بحي العامل قطعة أرض من البلديات بلديات بغداد أروح للبلدية إيه لحد الآن بس دقيقة أنا أحكي لك أنا أجاوبك تفضل يعني حافظهم تفضل أستاذ. البلديات الآن ما عندها فرز نعم البلديات اتصلت فيهم مباشرة نعم أستاذ وتواصلت فيهم وقلت لهم يابا هاي الناس عندهم موافقة قالوا مصطفى حاليا إحنا نريد نستملك أراضي لأن الأراضي مو بالسمنة، الأراضي كلها بالدولة العراقية أغلبها بالسمنة المالية. صحيح. فتستملك أراضي وتوزعها. استثناء. ماكو استثناء، ماكو أراضي، ماكو استثناء. تحياتي لك. السلام عليكم. عندي شكوى مال 169 واحد. إيه. موظف. هذا إيش قد؟ 196 واحد. إيه. موظفين. طلعنا تقاعد 1/7/14. إيه. فروقات نطلب الدولة وهاي كتب موجودة كلها تطلبون أي جهة؟ شركة العامة الأسواق المركزية أي تجارة بذات تجارة تابعة ما عندنا تمويل عندنا تمويل ذاتي حكيهم كله كذب كله كذب من وزير التجارة لا بس دقيقة هي تمويل ذاتي تمويل ذاتي هي احنا شو علينا احنا خدمنا 36 سنة و40 سنة خدمنا وماتوا بينا ماتوا موظفين بس المعانة من التجارة خلي يحسون على ضمائرهم لا. ياخذون مليارات رواتب مليارات ياخذون بس دقيقه بعيد العمال شوفنا المشهد دير الكاميرا دير الكاميرا موجوده الكاميرا وما يخالف دير لنا هاي الكاميرا همينه دير لنا اياها هاي عيد العمال اليوم والشباب ملتمين يريد عامل ابو السياره يقدر يحكي روحوا له ابو السياره يقدر يحكي ابو السياره حتى اسولف وياه كم عامل يريد وشو الآلية اللي راح يختار بيها؟ يريد واحد يريد اثنين؟ يريد اثنين يريد اثنين جام ويتحق علينا يقول لك ما يقدر يشيل الجام يعني هو مين ايه نعم اجي؟ يلا خل اروح لك شباب يوم شوية انا اجي انا اريد اتحدث ويا الشخص اللي يريد عامل نعم شباب احنا مربطين نعذرونا مشاهدي الوطن والناس حياك الله صباح الخير شلونك اخوي الله يعزك ويسلمك شفت الولد الشباب اللي تمين عليك صح انت كم عام راح تاخذ والله انا بصراحه رايد يعني اثنين اي على اي اساس اختاريته وشلون تم الاختيار هو هذا السؤال اول واحد اجى هو ويا صاحبه اي فأنا الحجة كبير يعني ما أقدر راح أظلمه بهذا الشغل ظلمة أي لأن شغل ثقيل شوفها صعبة تكلفة صعبة أي والله صعبة أه. لأن أنا حتى لو بأيام العادية من أشوف عندي عامل كبير ما أقدر يعني أحسها صعبة إنه صخرة يا صعبة أدز على بد شغلة أنت دائما تحتاج عمال دائما أي شغلك شنو ألمنيوم ألمنيوم أي وتجي تأخذ منه أنا لا مو دائما منه يعني عندي ناس أي بس اليوم متاخر فما بلغت الفجأة تاخرت اليوم عيد العمال تدري بيه ولا ما ادري بيه لا ما ادري بيه اليوم عيد العمال واليوم عطله رسميه زين لا ما ادري انا حييك وحي الشعب بس الحجي لين شفت له بموضوع يعني محتاج هذا الشغل فصعب ارده شو ساعدته اي ساعدته صاروا ثلاثه وذا ما ابي حيل يشتغل شلون قاعده واحنا نشتغل بلال اي والله يلا الله يحفظكم شباب الله يحفظكم ويرزقكم ان شاء الله على راسي نعم يعني هي همين الاخ هنا عمنا يقول ما يريد شباب وبالتالي همين يقول لك انا صعبه اكلف للرجال كبير
وهاي مصطفى. نعم استاذ مصطفى، عندي مصطفى قضيه 196 واحد 196 موظف يطلبون مبالغ بوزاره التجاره. اي طبعا هاي الفروقات موجوده. خليني تليفونك عمو. اسمك دقيقه. اسمك لا اراويك اراويك. اسمك عبد الحسين قاسم علي، معاون مدير. معاون مدير. اي خلي تليفونك. بالنسبه لي مال مال تليفونك خليها هاي، خليها يمك. لا خلي تليفونك هاي اعطيك اياها. ما اريدها ما اريدها اني. خابروك هم. استاذ مصطفى. نعم اكيد. عندي مال موقف امني مال امي. بس ثواني استاذ مصطفى. الله يسعدك. عيني انا عوده مال حشم يلا. من 2019 كل ما اروح لاسمه موجود استماره وكل شيء. انا امسى ارجع لي ورا يا ولد. طلعت وياك بالبيع فتره ما حد. شو اسمك؟ ويا طه جبار. حكيت ويا طه جبار. اي حكيت ويا رئيس وزراء السودان البيان. اي ما خابروك ابد؟ والله ما. رقمك موجود اسمه شباب؟ اسمه موجود كله. كل ما دقيقة دقيقة 700 دقيقة. السجل بيه الاسامي مال حلقة البياع ولا ما بيه؟ اللي باتصال السيدة نقلتوها مو؟ اي ما حد خابرنا والله. تأكدوا لي من هذا السجل رقم الاخ موجود وصحيح؟ حتى انا احكي امام المشاهدين واحكي لك. اسمك؟ ضياء طه جبار. خلي تليفونك. شباب بس خلونا انا خلي احكيكم على الاليه. المواطن الان من يحكي يسجل رقمه ويروح. بعض الاحيان المواطنين يغلطون بالرقم، بعض الاحيان احنا بشر هم نغلط بالرقم. الاخر يسجل مرات يغلط البشر. نتمنى من اللي يخلي رقمه يتأكد من رقمه، والإخوان هم هنا يسجلون رقمه حتى ما يصير سهواً. سهواً يعني أنا أحكي للتاريخ. إحنا بحلقة البياع دولة الرئيس. دولة الرئيس اتصل وتواصل مع المواطنين مباشر بعد الحلقة بيوم. خابروني مكتب شؤون المواطنين مصطفى أكو مواطنة طلعت وحكت ويا الرئيس لكن رقمها ماكو. الرئيس ضروري يقول انا مسجل اسمها وهي ماكو رقمها ما دزيتوا لي اياه. ليش؟ بالتالي طلع خطا من الاخوان من يمي. انا تعال اتحمل انه الرقم ما كاتبي. بعد هيك وجدنا الرقم ودزيناه. هذا ان دل على شيء يدل على انه متابعه اعلى سلطه للقضايا انه ما نسى مواطن حكى وياه وسجل اسمه وبعد البرنامج عفوا تابع وين هذا المواطن اللي سجلت اسمه، ليش رقمه ما اجاني او ليش معاملته ما اجتني. فهذا دولة رئيس الوزراء. تحياتنا له وتحياتنا لجهوده. عندي موقف الامني مال والدتي ما شهيده بس الدفاع كانت ببلع الوان بعد التاهيل يوم متعازين. ما هذا تزوا المؤسسه هي السكن المن للدفاع من الاستخبارات له هم ما الدفاع لحد الان من العاشر لحد الان. اسمك استاذ مصطفى. ذاك اليوم هم لقيت يعني شذب عليك انا هسه خابر لك اياهم. والنعم من الاستاذ زيد مدير المؤسسه ما عنده اي ايش اسمه الاشكال مو هنا بالدفاع. هسه شو اسوي لك؟ اي والله بس الموقف مال هسه من جاي اقول لك اسمك تقول لي خضر عبد الحسن علي. واسم والدتي شهيده جسوم حسين. معامله باسم من؟ باسم جسوم حسين علوان. خلي تليفون رحم الله دي مصطفى. مدرسه يعني ما الديوانم ما الشعله اهلا بالشعله بالديوانم؟ اي ورا الشك يعني هسه لو صار كامل وتشوفه كارثه على المطرح. يعني اهل منطقه محدوده الكبرى بقطع اي جامعه مرتين منطقتها بها مدرسه واحده مدرسه نسائم العلم مال ابتدائيه. يعني هسه امتحانات ما راح يداومون باكر طلاب فايضة مدرسة فايضة مدرسة داخل مدرسة المحيط بها المحيط بها وداخل مدرسة الدوان الدوان بلدية الشعلة. بلدية الشعلة. خلنا نشوف بلدية الشعلة وجهودهم قاعد يحافظون. شو اسمها المدرسة؟ نسائم العلم. نسائم العلم. اي اي بس الاخوان الاخوان يتحركون عليها ان شاء الله. مو بس الشارع دائما مدايرها محفر حتى المستشفى المجاري مستوصف يمنا ما تقدر مستوصف حاطين مفرزه يعني بالسياره حريق يمنا تريد سياره مال اطفاء الطب ماكو من وراء الحفر والفيضانات. الشركه هاي قاعد يسوي مجاري صار لها سبع اشهر ما مبلطه شارع ولا خاتمه الا شارع يعني تلك بالشغل فدنو. استاذ مصطفى خلي تليفونك ويتصلون بيك دائرة بلدية الشعلة. تحياتنا لهم. عندي مشكلة بنتي من العشرة الأوائل طلعت ب 2019 نهاية العشرين وطلعت عينها بوزارة الصحة
وزارة الصحة شلون على الفيز قالوا 10 ايام بتراجعونها. اي 10 ايام احنا ثاني يوم رحنا لهم يعني صار الخميس الاحد احنا يومهم يقول له وليا ضايعة مالتها وصار الامر داري مالتها دزونا هاي الورقة مالتها امر داري 19 اي اي بايها باسمها تخصيص مادي جايها وما رحنا الراجع قالوا له وليا ضايعة يوم جبنا لها الاوليات وعلى هاي ب 2019 اي على 20 بالعشرين نهايه ال 20 يعني اي وهسه وهسه ما كل تعيينها راح عليها ويوم العشر الاوائل هسه ما اعرف ذاك امكانيه بس التخصص مالي ما اسمها شهد شهد عماد عباس خلي تليفونك على وزاره الصحه غير اي اي استاذ مصطفى السلام عليكم بس ثواني صار لي سنه علي امير حمزه ياس امير حمزه ياس اسم الوالده وحيده سلمان خلي تليفونك صار لي سنه راجع امام خلي تليفونك صار لي سنه مقدم على العاطلين يقول له تدفع فلوس لا ما منو قال لك تدفع فلوس؟ تعطيني رقمك؟ لا والله ما اقدر اعطيك من الولد يقول لك ما اعطيني رقمه اعطيني رقمه طلع لك رعايه ما تبغى رقمه ما طلع لك رعايه تدفع 750 اعطيني رقمه ما رقمه والله ما تبلغ عليه والله ما عنده تليفون ما شاء الله صار لي سنه مقدم على العاطلين وين هذا اللي قال لك اعطيك فلوس؟ ها يمنا دلينا بيه اللي كبير من الشهداء ها؟ ياخذ 750 دلينا بيه؟ اللي كبير سجلنا رقمه سالم شو اسمك؟ انا مغن فالح ها؟ زاد اللي كبير بيته شو اسمك؟ انا مغن فالح حميد ها؟ مغن فالح حميد مغن؟ مغن مروان مروان فالح حميد فالح حميد اسم الوالده؟ حسن عباس حاجي سجل قدام رقمه رعايه زائد انه يبلغك باسم ويعطي معلومات للجهات يلا استاذ مصطفى انا والدي شهيد وكل حقوق ما مستلمين وقاعدين ايجار وهسه احنا نشتغل عماله وحالتنا تعبان حقوق شنو هو؟ كل حقوق راتب انقطعون من ليش؟ يقول بلغت راتب الشهيد؟ ليش يعني المن بس الوالده مو؟ لا احنا كليتنا احنا عبن بلغنا ولدي الشهيد وقاعدين بلغ عنا قاعدين ايجار وحالتنا تعبانه والله وبرقب تعالى وهم بعد يعني بس دقيقه الوالده الان ما تاخذ راتب تاخذ راتب الوالده من الزوج اي وطالع يعني من هو متقاعد؟ لا الشهيد لا انا ما اعرف الشهيد يستلمون راتب البالغين لو ما يستلمون يستلمون يمكن وانقطع من عندنا 10 سنوات قالوا ويقطع 10 سنوات اي هذا راتب متقاعد مو راتب شهيد اي متقاعد لا لا مو متقاعد بعده واحنا عائلتنا تعبانه يعني كل حقوق مال والدي ما مستلم حسان شنو نسوي لك مال شنو تريده يعني بلك يعني اذا قانون ما يتغير اي 10 سنوات انقطع زين قطعه ارض مال والدي والله ما اعرف اعراضي هم رعايه مسجل؟ اي شو اسمك؟ حسين علي سامي الوالده؟ شيماء بتالح خلي تليفونك مال رعايه بس على رعايه حكيت وياك مرتين اي شو اسمك؟ احمد كريم محمد اليوم الرعايه بحثنا من يوم 20/3/2023 اسمك؟ احمد كريم محمد اي مو رسمي نعم اي احمد كريم محمد محمد الوالدة رسمية إبراهيم خلي تليفونك سجل اسمي ناف لا صار بالصبح خليك أنا شباب مزاحك شاير استاذ مصطفى احنا هنا صحوات صحوات؟ اي عيني بشباب مزاحك شاير ابناء العراق اي بطلون 11 واحد مبروك احنا هذا البواج مناشد وزير الدفاع احنا منسوبين على الدفاع اي وبسبب نزاحك شاير بطلون 11 واحد الدفاع بطلوه إيه. معتزب علاوه حياك الله وصباح الخير والعافية عليك وزارة الدفاع واحنا صار لنا اليوم سنتين فوق السنتين لا راتب عندي كل شيء ما عندي ومن 2012 2013 احنا بالصحوات هسه انت مفصول مفصولين 11 واحد مفصولين إيه شباب نزاع عشري اي نزاع هذا امر هم بطلونا يعني هذا هسه اللي تريده شنو اريد مناشد الوزير الدفاع راجعه على مود يرجع يعودنا للصحوات استاذ مصطفى مع ابوك رعايه محمد ناهي خلي التليفون استاذ مصطفى سياده العميد صباح الخير والعافيه عميد براس علي مدير اعلام الشرطه الاتحاديه الله يحفظك احنا عندنا دقيقه راح نختم لان الوقت ادركنا الله يبارك فيك احنا كثره الاتصالات ايضا مع جنابك اي مناشده بخصوص الاخ اللي بالشرطه الاتحاديه احنا نتوجه لنا حتى التوجيهات السيد الوزير وايضا السيد قوات الشرطه الاتحاديه بايضا النظر
بكل احتياجات المنتسبين وطلباتهم. ابوابنا مشرعه ومفتوحه، خلي اذا امكن رقم الهاتف حتى يتم التواصل ويتوجه لنا، وان شاء الله نحن مشتركين. الله يحفظك ويرعاك سياده العميد نبراس علي مدير اعلام سلطة الاتحادية، والله يحفظ جهودك الدائمة، وانت من المتواصلين من البرنامج، من كنت برتبة رائد. الله يبارك فيك، احنا دائما يعني توجيهات المراجع من سيد الوزير. الله يحفظك ويرعاك، الله يحفظك ويرعاك دائما. ايضا موجودة المقابلات، ايضا موجودة اي استفسار. شكر لك، شكر كبير لك، شكر كبير. سعد مصطفى الله يسر رعاية الحمار. رعاية عندي ابني بسكر صار لي سنتين ثلاث سنين، قدمت له وبالحاسبة قالوا لي أكرم ثائر عباس عاشور. أكرم ثائر عباس عاشور. أي والله نفرح مع الوالدة. اسم الوالدة مالته؟ والدته. إيناس حامد جاسم. إن شاء الله. أبشر. نفرح مع الوالدة. أبشر بالخير. أبشر. إحنا خلي نقول أخير اسم وصلني أحمد كريم محمد. ما أعرف موجود بعد ولا ما موجود. إن شاء الله اسمك بالوجبة الجاية. محمد عدنان مهدي أيضا. خلي نقول علاء جبار حسين. والبقية. الله يحفظكم مشاهدي الوطن والناس، الله يحفظ العمال، والله يحفظ كل العراقيين، يا رب اجعل هذا البلد آمنا وارزقهم من الثمرات. إلى اللقاء.